لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. سنغدو للقمة نسمو الباب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف المرسلين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي المشاهدين، ومرحبا بكم ومع هذا اللقاء المتجدد معكم، ونحن في هذا اليوم المبارك في أيام مباركة. وما أحرانا أيها الإخوة أن نشكر الله عز وجل على نعمه، على نعمه الظاهرة والباطنة. فالله عز وجل أمرنا بشكره: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولقد أوحى الله عز وجل إلى موسى عليه السلام في بعض ما أوحي إليه: يا موسى، لولا من يحمدني ما أنزلت من السماء قطرة، أي قطرة ماء، ولا أنبت من الأرض ورقة. يا موسى، لولا من يعبدني ما أمهلت من يعصيني طرفة عين. يا موسى، لولا من يشهد أن لا إله إلا الله لسليت جهنم على الدنيا. يا موسى، إذا لقيت المساكين فعاملهم كما تعامل الأغنياء، فإن لم تفعل ذلك فاجعل كل شيء علمت أو قال عملت تحت التراب. يا موسى، أتحب أن لا يأتيك من عطش يوم القيامة؟ قال: إلهي نعم. قال: فأكثر الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، هل تأملنا في هذا الحديث؟ أوحى الله إلى موسى عليه السلام، يعني من كلام الله هذا الكلام، في بعض ما أوحى إليه: يا موسى، لولا من يحمدني ما أنزلت من السماء قطرة ماء. لولا يعني حمد الناس له سبحانه وتعالى، والحمد هو شكر الله، أن يقول العبد الحمد لله رب العالمين. ما أنزل الله قطرة ولا أنبت من الأرض ورقة. إذن أعمال العباد مطلوبة، وإن كان عطاء الله أعظم من ذلك، إنما كل عمل يتقرب به العبد يعود به إلى نفسه، فالله في غنى عن عمل العبد. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. ثم قال له: يا موسى، لولا من يعبدني ما أمهلت من يعصيني طرفة عين. لولا من يعبدني، أي لولا هنالك ناس يعبدوني ما أمهلت من يعصيني، ما أعطيتهم مهلة إلا يعني عذبتهم. يا موسى، لولا من يشهد أن لا إله إلا الله لسليت جهنم على الدنيا، والعياذ بالله. يا موسى، إذا لقيت المساكين فعاملهم كما تعامل الأغنياء، فإن لم تفعل ذلك فاجعل كل شيء علمت أو كل شيء عملت تحت التراب، بمعنى أنك لا تستفيد من ذلك العمل، إنما عليك بالمواساة بين الأغنياء وبين الفقراء، فاحترم الفقير والمسكين وإلى جانب الأغنياء، وهذا ما يسمى بمداراة الرجال. يا موسى، أتحب ألا يأتيك من عطش يوم القيامة؟ قال: إلهي نعم. قال: أكثر صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر محمد صلى الله عليه وسلم وارد في الكتب السابقة،
وفي سورة الصف: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم موجود في الكتب السابقة إما باسم أحمد أو باسم محمد، فسماه الله أحمد لأنه أحمد الخلق على الإطلاق، أحمد الخلق لله على الإطلاق، وسماه محمد فهو محمود الخصال على الإطلاق. والرسول صلى الله عليه وسلم أفضل أنبياء الله ورسله، بل أفضل من الملائكة، وأفضل الملائكة جبريل، أفضلهم جبريل أفضل الملائكة. والذي زعم تفضيله على الحبيب قد غشم، والذي زعم أن جبريل أفضل من الرسول صلى الله عليه وسلم فقد غشم، يعني فقد أخطأ. فالرسول صلى الله عليه وسلم أفضل المخلوقين إنسهم وجنهم وملائكتهم، وجبريل أفضل الملائكة، هذا معنى الكلام. ومما ينبغي أيضا أن ندركه أيها الإخوة ما رواه حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم حيث قال: من قال جزى الله محمدا عنا ما هو أهله أتعب 70 كاتبا 1000 جناح، من قال جزى الله محمدا عنا ما هو أهله أتعب 70 كاتبا 1000 جناح، يعني الملائكة الذين يكتبون أتعبهم. معنى أن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم فيها فضل عظيم. ولقد سئل الرسول صلى الله عليه وسلم كيف نصلي عليك، فقال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. صلاة الله رحمته، وأما صلاة الخلق معناها الدعاء. فإذا ما قال العبد صلى الله على محمد أي رحم الله محمد، ومن باب أولى فالله عز وجل راحم نبيه ومصطفاه محمدا صلى الله عليه وسلم. ومن رحمته سبحانه وتعالى لرسوله ومصطفى محمد صلى الله عليه وسلم أنه يشفعه في جميع الخلائق، فهو الشافع المشفع صلوات الله وسلامه عليه، وهو النبي الخاتم. فعلينا أن نتحرى أسوتنا وأن ندرك سعادة حياتنا في اتباعه صلى الله عليه وسلم، في اتباع سنته قولا وتقريرا وعملا. والله تعالى نسأله أن يأخذ بأيدينا إلى طريق الصلاح والفلاح، آمين. والسلام عليكم مشاهدي الأكارم ورحمة الله وبركاته.